يسعد صباحكم مشاهدينا، أتمنى لكم بداية يوم حلوة وموفقة. وهذه حلقة جديدة من صباحكم على شاشة اليوتيوب، راح نكون وياكم على مدار ساعة ونصف من الآن أو ساعة وبعض الدقائق بمختلف المواضيع والفقرات. صباح الخير بلال. صباح الخير آية، وصباح الخير على كل الناس اللي تتابعنا مشاهدينا. حلقة جديدة من صباحكم، حلقة راح تكون بها مواضيع متنوعة، وأول محاورنا راح نمر من خلال القلب والقلب الصحي وما يحتويه من أشياء صحية مهمة جدا. نعم، ومع القصحون وروايات الأطفال اللي صرنا نفتقدها بالأجيال الحالية، راح ننقل لكم أيضا إلى أحدى أقدم مكتبات بغداد ونتعرف على جزء من تراث بغداد الثقافي. وأيضا فصل الصيف أكيد مواضيع ما تخلص، لكن قبل أن نبدي بفقراتنا الأخرى خلينا نبلش آخر الأخبار الخدمية والمحلية. نبدأ من أهم الأخبار الخدمية، حيث أعلن وزير الكهرباء زياد علي عن خطة لإضافة أكثر من 11 ألف ميجاوات للمنظومة الوطنية، مؤكداً أن هذه الخطة لن تعتمد على الغاز لإنتاج الطاقة الكهربائية بعد تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز الوطني. أوضح الوزير أن الغاز الوطني لا يكفي لسد حاجة الوحدات الإنتاجية، حيث أن إنتاج الغاز في الجنوب يبلغ ما يقرب من 900 مليون مقمق، أما في الشمال فيبلغ الإنتاج 300 مليون، وهذه الكميات لا تكفي لسد الحاجة. كما أن العراق بحاجة إلى 40 ألف ميجا وات للاستقرار. وإلى مديرية المرور العامة التي جددت الدعوة لجميع أصحاب دراجات التوك توك إلى الالتزام بالقانون المروري حرصا على حياتهم وحياة الآخرين من مستخدمي الطريق، فيما أشارت إلى أن قسم من أصحاب تلك المركبات ملتزمون بقواعد السير والمرور، وهذا يعود إلى الثقافة المرورية الشخصية. طبعا أوضحت المرور أنه الإجراءات المرورية قللت من حالات عدم الالتزام بالقانون عبر تسجيل الدراجات والتوك توك ومنعها قانونا من السير على الطرقات السريعة والدولية، ما خفض وتيرة الحوادث المرورية وخاصة الانقلاب، مبينة أن هناك حوادث أخرى تحدث مثل الاصطدام والدهس. وفي خبرنا الآخر، أعلن مصرف الرافدين عن إجراءات الحصول على قروض المشاريع الصغيرة، مبينا أن تلك القروض لأصحاب المهن والمحال التجارية والحرفيين وصغار التجار أيضا، التي تصل إلى 25 مليون دينار ونسبة الفائدة 6% بالقسط المتناقص. أوضح المصرف أنه مدة تسديد القرض 6 سنوات، ومن ضمنها 3 أشهر فترة إمهال، ومضيف أنه ضمان القرض يكون بكفالة كفيل موظف مدني أو عسكري من المواطنين اللي رواتبهم لدى المصرف، أو بضمان رهن عقار لصالح المصرف من الدرجة الأولى. وفي الخبر الأخير، وقعت إدارة مطار بغداد الدولي اتفاقية عمل مع الشركة العامة لخدمات الملاحة الجوية من أجل تذليل العقبات وتسهيل إجراءات العمل بين شعبة العمليات الأرضية مع عمليات برج المطار بحسب بيان للمطار. ذكر بيان أنه اتفاقية العمل راح تتضمن تحديث أرقام الاتصالات وإضافة أرقام جديدة لضمان التواصل بين الطرفين في حالات الطوارئ وتداول المعلومات اللي تخص التحكم بالحركة الأرضية والتواصل مع الطيارين ومراقبة مسارات الطيران، بغية التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتسهيل آليات العمل المشترك. ومن آخر الأخبار المحلية مشاهدينا، نروح نشوف شنو أخبار الحالة الجوية بعموم المحافظات ونرجع.
إذا مشاهدين نروح لفقرة المرور ونشوف حركة السير في شوارع العاصمة بغداد. خلال الأشهر الأولى مشاهدينا من العام الجاري أعلنت الحكومة عن سلسلة من المشاريع لحل أزمة الازدحامات المرورية، ومن بينها الطريق الحلقي الرابع الذي من المنتظر أن ينجز ليكون أحد الطرق التي يمكن أن تنهي هذه الأزمة أو على الأقل تخفيفها. طبعا ما ننسى أنه من أبرز الشوارع والطرق السريعة اللي افتتحت خلال العام الحالي هو الطريق السريع الجنوبي والمعروف بسريع الدورة اليوسفية، واللي أسهم بتقليص المسافات القادمين من الجنوب إلى بغداد. وخلي نشوف شنو هذه التفاصيل مع العميد محمد السيدي. اليوم احنا على تقاطع مهم جدا وهو المصافي، مدخل طريق بغداد الدورة اليوسفية السريع اللي يجهل طبعا خلفي جسر الطابقين. هذا من هنا جسر الطابقين السير القادم طبعا بتقاطع المصافي، بعد تقاطع المصافي دايركت راح يكون الطريق الجديد هو طريق بغداد اليوسفية مباشرة. احنا خلفي راح يصير يمكن 200 متر اني اسلك الطريق باتجاه طريق بغداد اليوسفية. هذا التقاطع يمينا باتجاه كلية دجلة والدورة ويسارا باتجاه الجمعية. هذا الطريق يبدأ ومهم جدا حتى يعرف المشاهد الكريم، بعد تقاطع المصافي ب 200 متر احنا متوقفين الآن، كثير ما يعرف، كثير ما عنده معلومات على هذا الطريق. اليوم هذا الطريق يعني أنا في بداية الطريق يعني تشوفون الطريق خلفي، هذا الصعدة هي من جسر بغداد الكبير اللي جايمين من بغداد الجديدة، تقاطع المعسكر، سينما بغداد الجديدة. يعني حتى أوضح للمشاهد الكريم هناك صعدة هذه تصعد إلى تقاطع المصافي ومن ثم يرجع إلى هذا المكان اللي إحنا به. الاستدار طبعا هذا النزول منا، يعني اللي ما يريد يروح هذا النزول إخواني ينزل على جسر بغداد الكبير، يعني دايركت اللي ما يريد يروح باتجاه الطريق السريع اللي وضحناه. أكيد بعد هذا الطريق هناك مصعد ايضا الى هالنبي الكرخ. الكرخ هذا هو صعدة الكرخ اخواني، تلاحظون احنا متوقفين في صعدة ايضا مهمة جدا، يجي من خلينا نقول مفرق الدورة ويصعد باتجاه جسر بغداد الكبير ومن ثم يمين يصعد على الطريق الجديد. هذا الطريق اخواني حتى يبين وواضح لكل المشاهدين مسافته 13 كيلو دايركت يذبك باليوسفية. بعد ما ممكن انا اليوم أهلي في مدينة الصدر أو بغداد الجديدة أو المشتل أو حتى بالجنوب أروح على أم الطبول، انتهى إخواني. هذا طريق سريع رائع جدا، هذا هو المدخل مالته. أنا اليوم بالمدخل اللي وضحت جسر بغداد الكبير إخواني، حتى المحافظات اللي ما يندل اليوم، إحنا اليوم يمكن هذا التقرير هو خارطة الطريق لك. تصعد من جسر بغداد الكبير يمينا وبعد تقاطع المصافي 200 متر أنت دايركت تتجه باتجاه الطريق 13 كيلو إلى اليوسفية. بس ملاحظة جدا مهمة للإخوان في أمانة بغداد، يخلو هذا الطريق من أثاث وتأثيث الطريق العلامات. اليوم أنا هسه متوقف وتلاحظون يجهل السائق أنا يمينا وين أروح ويسارا إلا إذا عنده معلومات، بس هو دايركت يبدأ من تقاطع المصافي ب 200 متر وتشوفون دورية للرجال المرور موجودين إخوانكم. هذه طبعا دائما رجال المرور هم يؤشر الى اللوريات اولا ما تتحرك، وكذلك باتجاه طريق اليوسفية 13 كيلو يختصر الطريق لكل المحافظات الجنوبية ولكل اهلنا في مدينة الصدر والمناطق شرق بغداد. ما يخالف انت تحسب حساب، هذا طريق سريع جديد
يعني حتى يكون المشاهدين الكرام، هذا الطريق منع بمرور اللوريات والشاحنات طبعاً 5 طن فما فوق يمنع بمروره بهذا الطريق، مهم جداً إخواني للحفاظ على أولاً سلامة الطريق ومستخدم الطريق حتى يمنع. ولاحظتوا رجل مرور، إحنا خالين دراجة، بس أنا أتمنى اليوم حتى أكد على الإخوان في أمارة بغداد، المفروض أن تكون قطعة حتى يعرف السائق ممنوع مرور اللوريات، وقطعة تكون ليش إحنا السائق اليوم يوقف وخطورة على حياة منتسب المرور. إحنا في بداية السريع الدورة الأسفية، اليوم نحتاج إلى تأثيث الشارع. تأثيث الشارع مهم بالعلامات والإشارات، طبعاً علامات المرور، حتى نعرف أنه هذا الطريق الدولي، طبعاً دولي لأنه تلاحظون أكثر من 4 سايدات ومخطط، ونحتاج دائماً أن يكون هذا الطريق خالي من اللوريات. اللوريات تأثر على حركة السير والمرور. يفتقر إلى نقطة مهمة وهي العلامات المرورية. هنستمر وياكم ورح تشوفون أكيد نهاية الطريق. خلفي إخواني هذا السير القادم من الديوانية، الحلة، بابل، بصرة الحبيبة، دايركت من أوصل إلى الصعدة. طبعاً قبل الصعدة إخواني حتى يكون واضح لكل المشاهدين، بعد علوة الجنوب يعني النموذجية ب200 متر، هذه هي الصعدة باتجاه طريق الدورة اليوسفية. كل أهلنا اليوم من تجي لا تطلع للأمام وتروح السيطرة 75، أصبح هذا بخبر كان يعني بالنسبة خاصة لأهلنا الطيبين في شرق بغداد، مدينة الصدر، بغداد جديدة وكل مناطق مركز بغداد الرصافة. دايركت هذا 12 كيلو إلى تقاطع المصافي، ولأهمية هذا التقاطع اليوم أنا نزلت في صعدة بداية الطريق بعد ما شفنا بدايته من جهة جسر الطابقة. طبعا شكرا جزيلا للعميد محمد الزيدي على كل هذه التفاصيل اللي تخص حركة الشوارع والشوارع اللي تكون تحديدا سالكة. مشاهدينا في العلاقات العاطفية دائما ما يربط الناس بين القلب والعقل، لكن في المجال الطبي يكون ارتباط القلب غالبا بالفم، فيعطي إشارات لنا بوجود مرض ما ويشخصه من قبل الطبيب، لكن كيف يبنيها الفم بأمراض القلب؟ راح نحرف ذلك لكن بعد الفاصل. أمراض اللثة متعددة وكثيرة، وإذا تم تجاهلها من الممكن أن تؤدي إلى تفاقم أمراض القلب والشرايين. قد تستغربون من وجود علاقة بين الفم والقلب، هذا هو موضوعنا بفقرتنا الجاية. غالبية من الناس لا يدركون العلاقة بين صحة الفم وصحة القلب، لذلك من الضروري أن نتعرف من الممكن كيف أن نهتم بأجانبين، خاصة للأشخاص الذين يعانون من تاريخ طويل بأمراض القلب الذين هم أكثر عرضة لهذه الأذية. حتى نتعرف أكثر على هذا الموضوع من جميع جوانبه الطبية والدقيقة جدا، نرحب بضيفنا الدكتور هيثم الراوي. أهلا وسهلا بك دكتور. أهلا بكم، صباح الخير. أهلا وسهلا بك. احنا كل استضافه نقول لك الحمد لله على السلامه. الله يسلمك. اي والله اكثر طبيب يسافر. اي والله، اي والله 4 مرات بالشهر الحمد لله، ترحال مستمر. اي والله. ليش بتاخذ لك طياره صدق؟ والله هو المفروض يعني نتفاوض حتى يعني على ذكر هذا التنقل دكتور، ايش قد ممكن الناس ايش قد لازم تركز انه هي تهتم بصحتها؟ الناس اللي يمكن مثلك عندهم تنقلات كثيره، ايش قد مهم انه يهتموا لصحه القلب؟ بما اننا نتحدث اليوم عن صحه القلب، صحه القلب وغيرها من التفاصيل، ويبقون انه هم مركزين انه
شنو يجي لجسمهم، شو قد لازم ياخذون اقساط من الراحه. نعم نعم بالضبط. موضوعنا صراحة اليوم يعني موضوع هو جدا أساسي، خصوصا للأشخاص اللي عندهم مشاكل في صمامات القلب. يعني اللي بغير صمام مثلا قلب، أو عنده تشوهات خلقية من هو طفل بمشاكل الصمامات أو فتحات اللي بالقلب. فلأنه هذا الحمل البكتيري في الإنسان هو بالفم. بالفم أكو نوعين أساسية من البكتيريا، ستافيلوكوكس أوريوس وستربتوكوكس أوريوس. هذه هي اللي إذا صار أكو خلل أو عيب خلقي بالصمامات حتنتقل عن طريق اللثة، إذا كانت اللثة ملتهبة وجروحها مفتوحة حتنتقل عبر الدورة الدموية إلى الصمامات القلبية، فتبدي تاكل، تسوي تاكل باطراف الصمام. الصمام هو اللي يمنع الدم من الرجوع بالاتجاه المعاكس، يعني يخلي جريان الدم باتجاه واحد. فاذا البكتيريا وصلت للصمامات تاكل بالصمامات، تاكل بالاطراف مال الصمامات، الصمام يصير مهترئ، ما يقدر يحافظ على وظيفته بالحفاظ على اتجاه الدم بجريان صحيح، فينعكس بالضبط، فيبدي القلب يشتغل بجهد أكبر لتمويل الأنسجة اللي هو مسؤول عن تمويلها يعني، والأعضاء الحيوية اللي بالجسم. فمع الزمن هذا حيصير أوفرلود على القلب، حيصير تعب العضلة القلبية، وحيصير أيضا تورم بالساقين، حيصير تورم بالقدمين بالبداية يبدي، بعدين يصعد التورم بالساقين، يسبب ألم أثناء التنفس وحرارة داخلية تروح وتجي، ما مرتاح، يعني يحس بنفسه هو منهك وعليل، يعني ما يقدر يتحمل مثلا صعدة الدرج، ما يقدر يتحمل المشي لفترات. فهذا كلها المشكلة، وين أنه يعني الأعراض هذه قد تروح وتجي، ويتوقعها الإنسان أنه والله اللي أنه هالفترة كانت مجهد ما يعني نمت زين كذا. علامات قوية دكتور ممكن أنه هي تصير انتباه المريض أو الشخص اللي يعاني من هاي التفاصيل؟ إي إذا صارت يعني خلينا نقول تركها لفترة طويلة تصير أعراض قوية طبعا. زين بس احنا نريد نعرف هو البداية تبدي من اللثة لو بالضبط من الفم. أيه. من الفم. لذلك يعني أنا أهيب بكل الأمهات يعلمون أولادهم مو أنه فرشاية الصباح هي كافية، حتى والله تفرج أسنانك حتى من تروح للمدرسة ريحة فمك ما تصير كريهة مع أصدقائك. لا، أهم فرشاية أساسية هي فرشاية ما قبل النوم. أي هاي أساسية لقتل أكبر عدد من البكتيريا ونخفف الحمل البكتيري بالجسم. يعني الفم هو مرتع أساسي للبكتيريا هذه، وهي اللي تروح للدورة الدموية. إحنا حديثنا ما صار فقط للأشخاص اللي هم عرضة لأمراض القلب، إحنا نتحدث هسه بشكل عام بصورة عامة، الكل لازم يلتزم. نعم نعم مضبوط، الكل يلتزم، لأنه من ضمنها أيضا هذه الالتهابات اللثوية. الكبد يفرز هرمون اسمه سي رياكتيف بروتين، هذا البروتين يساعد الصفحات الدموية على سد الالتهابات والجروح اللي بالجسم. فإذا لفترة طويلة ظل الكبد يفرز بسبب التهاب اللثة اللي يستمر لأشهر، هذا البروتين حيخلي الصفحات الدموية تتجمع في بطانة الشرايين من الداخل. الشرايين شو يصير بيها؟ حيصير بيها تصلب، حتروح المرونة مالتها، يعني خلينا نقول مثل الهوز هذا البربيش او الصوند، نقول يعني اكو بيها مرونه اول ما تجي جديده، بعدين مع الشمس والعوامل هذه تيبس. صح. فمن تيبس من تجي خثره دمويه، مثلا انسان تعرض لكدمه، هاي الكدمه شنو الزراق؟ خثرات دمويه تحت الجلد، حتمشي بالمجرى الدموي الشرايين والاورده. فمن تمشي هاي الخثرات اذا كانت الشرايين غير مرنه، من حتجي على الشريان حسده، لو كان مرن حيتوسع تعبر الخثرة، وهاي الخثرة إذا ما عبرت هذا الشريان شي يغذي، فرضا يغذي شبكية العين، حتى توقف الشبكية عن التغذية الدموية حيصير تلف بالشبكية بسبب تصلب الشرايين. هذا الشريان يغذي مثلا جزء من عضلة القلب اللي هي الشرايين التاجية، حيصير أيضا ذبحة أو جلطة قلبية بعضلة القلب.
فشيء مرتبط بشيء زين. بس احنا نرجع اول شغله لازم الناس تعرفها انه هو الفم. نعم. خلينا نقول هو الباب والمنفذ الوحيد. نعم نعم. والاسهل للبكتيريا وللامراض انه تدخل من خلاله وتخترق. يسلم فمك، لان الانف صح نتنفس بس بمخاط وبها هديبات تطرد البكتيريا، والبكتيريا والفيروسات تلصق بالمخاط، بس الفم ما بي اللزوجة العالية، بي لعاب. والفم أكبر من الأنف بكثير، صح؟ فما يفلتر أصلاً الفم. أصلاً إحنا نستخدمه لدخول الطعام ودخول. عفية عليك. والماء الملوث ممكن يكون الطعام ملوث، الهواء يعطس يمك في مكان مغلق مثلاً. لذلك يكون القلب هو أكو ارتباط، يعني وثيق. أو يعني الجسم كله هو أكو ارتباط وثيق بينه وبين فتحة الفم. نعم. وكل ما موجود بالفم. نعم. زين. نجي هنا على تسوس الأسنان. نعم. شنو علاقته بتصلب الشرايين؟ اي هو شوف، احنا لما التهابات اللثة هذه وتواجد البكتيريا، التسوس هو خلينا نقول بؤرة بكتيرية دا تاكل دا تنخر بالمينا. هذه التسوس هو جاي من افراز حامض البكتيريا اللي تحفر نسيج السن، فمعناه هذه اكو عندنا بؤر بكتيرية. اي تسوس هو بؤرة بكتيرية، فلازم علاجها بسرعة. وعلاج الأمراض اللثوية التهابها، إن كان التهاب اللثة أو التهاب العظم المحيط، إذا تركنا على التهاب اللثة فترة. شنو هذا التهاب العظم المحيط؟ بالضبط، السن إلى منظومة عظمية خاصة به اللي تلزم الجذر. نعم. اللي هو نسميه بريودنتال ليجمنت أو بريودنتال بروسس، اللي هي عظم بعد ما نقلع السن. إذا بلاحظين العظم ينزل شوية شوية ينزل، ليش هذا العظم؟ هذا عظم خاص فقط لجذر السن. فاحنا اذا تركنا الالتهاب اللثوي فتره طويله ما عالجناه، حيتحول من التهاب لثه جلديه خارجيه، خلينا نقول هو اللثه هي جلد الفم، من التهاب جلدي خارجي الى الالتهاب يوصل للعظم المحيط للجذر. زين. فاذا وصل للعظم المحيط للجذر صارت جيوب بكتيريه اكبر اوسع، صارت مستعمرات بكتيريه اكبر، فهاي البكتيريا تتجول بالجسم بصوره يعني طليقه، يعني نعم. بالدوره الدمويه وتوصل نعم. حتى للدماغ. دكتور لما تحدثنا عن الوقايه تحدثنا فقط عن تفريش الاسنان. نعم. حتى انه احنا نقدر نحافظ على ممكن صحه جيده الفم. ونظافه جيده للفم. اليوم التفريش هو الوسيله الوحيده للوقايه اساسا؟ طبعا لا، يعني الفرشايه ارقى انواع الفراش ما تغطي اكثر من 80% من التنظيف. الخيط اللي هو مكمل إلى الفرشاية، والمضمضات يعني إذا كان يشوف نفسه أنه هو في وضع بعيد عن البيت فترات طويلة ما يقدر يفرش مضبوط مرتين بصورة ولمدة دقيقتين، أيضا هاي الرادة شوية نجيب خلينا نقول موديل ونشرح بطريقة شوية تفصيلية، لأنه أغلب الطرق هي خاطئة. حتى وضع المعجون على الفرشاية هو خاطئ، إذا نجي مثل الدعاية نخليه فوق الفراشة هو خاطئ، لازم نحقنه مثل الحمصة داخل الشعيرات، أي وليس أنه فوق الفرشاية. والمراجعات المستمرة للطبيب أيضا ممكن أنه هي تخلينا نعرف إحنا أكيد. شنو دا يصير عندنا؟ أكيد بالضبط. بالتالي أيضا حيندرج مع صحة أكيد. باقي أجزاء الجسم. بالفعل يعني خلينا نقول هي السيارة الفولاذ، لازم الصيانه، اذا صيانه دوريه توديها للشركه ويسوون هذا تعمر وياك اكثر، فكيف يعني جسم الانسان صح. مكون من عده انواع من الانسجه والاجهزه الحيويه. اي زين، خلي شوي احنا ناخذ بعد اشياء اكثر حتى بعدين ندخل لطرق العلاج وطرق الوقايه وهذه الامور. شنو المسببات الاكثر اليوم اللي يشوفها الطبيب الأخطر؟ مثلا يعني بعض الأطباء يقول لك ما يصير مشروبات غازية. نعم. والأكثر أنه ما يصير مشروبات غازية وبعدها تفرش أسنانك. مضبوط، ما يصير مباشرة. مباشرة ايه. يا ريت تحكينا. اي اي الحمضيات والمشروبات الغازية اللي بيها فسفوريك أسيد، اللي هي كوك والبيبسي، هاي كلها هاي بيها حامض الفسفوريك، والخل والطرشي، والأحماض الارتداد المريئي، الأحماض اللي يصير بالمريء، هاي هي ترقق المينا. وأيضا الجزع على الأسنان، الجزع على الأسنان يرقق المينا ويسوي بها تصدعات بالمينا فيسوي الأسنان حساسة. خلينا نحكي احنا على الثلاثة الأولى اللي يسوي حساسية الأسنان واللي ترقق المينا واللي ما يصير مباشرة الواحد يفرج.
اللي هي قلنا الحمضيات والخل وايضا ملح الليمون اللي هو اللمندوزي اللي نخليه بالسلطه وهاي الامور، والبيبسي هذا البيفوسفوريك اسيد والكوك، هذه تخلي لعاب الفم حامضي. الحامضي يبدي مثل الحامض اللي ياكل المينا، فاذا اجينا احنا مباشره بالفرشايه فرجنا الاسنان حنزيد من تاكل المينا، لازم بعد نص ساعه من هذه الامور. يلا اذا ردنا نفرج مثلا احنا طالعين وفتره الظهيره مو وقت فرشايه، خلينا نقول مرتين باليوم فتره الظهيره مو وقت فرشايه، نشرب البيبسي، نشرب العصير الحمضيات، ناكل السلطه بملح الليمون والخل، لكن وراها نتمضمض بالماء بقوه حتى نزيل البقايا هاي الاثار مال حامض الفسفوريك او مال الليمون او مال الحوامض هذه الحمضيات، يعني عصير البرتقال او عصير شو يسموه هذا جريف فروت او عصير الليمون مع النعنع. فبعدها بنص ساعه اذا اردنا نفرج حتى نقلل من تاكل المينا. دكتور اليوم الاشخاص اللي هم صاروا عرضه لامراض القلب مو فقط كبار السن مثل ما احنا كنا نعرف او هذا الحاله المتعارف عليها او اللي احنا نسمع بيها وانتم كاطباء حتى تعودتوا عليها، بس اليوم الموضوع صار يعني لمراحل قبل كبار السن واحيانا تصل الى الشباب. فهنا شلون تم التعامل مع الحاله بظل هذه المغريات الكثيره، بظل تناول الدهون، بوجود هوايه مغريات موجوده على طاوله الطعام، والتدخين ايضا لا ننسى انه هو موجود عند هوايه شباب. أكيد. شلون والله هو الوعي العام، يعني احنا دائما نوجه هذا الجنك فود اللي موجود بالمطاعم قدر الامكان، مثلا خصوصا شبابنا، يعني اوجههم لان نسبه السمنه جدا عاليه دا اشوفها، يعني فشي فاق مع الاسف، لانه اختلفت الاهتمامات. قبل اهتمامنا بلال يلا اليوم نلعب طوبه، وبشارع بيتنا الطوبه والجول والمدري ايش، ونظل الظهر كله مثلا نلعب. هسه كل الاهتمامات بالكمبيوتر والتاب بدون حركه، بدون اي حركه بالضبط. فالرجاء يتوجهون الى نوع من انواع الدايت اللي هو مثلا بروتين دايت. البروتين دايت بالنسبه للمراهقين ما ياثر على الكلى، هو البروتين دايت نخاف عليه بالفئات العمرية لأنه أوفرلود، إجهاد على الكلى، لأن كمية البروتين اللي يصفيها الكلى حيكون عالية. لكن الشباب الفئة العمرية التينيجرز يقدرون يسوون البروتين دايت، يقطعون الخبز ويقطعون الرز. هذا لوحدة أنا جربت على نفسي نزلني 12 كيلو يعني فيبتعدون عن النشويات العالية، والسكريات يقطعوها جذريا. هذه السكريات يعني احدى التقارير كانت نمساوية وليس سويدية، هسه ردت اخطا انه اقول السويد، انما نمساوية، انه ملعقة الكوب من السكر يهبط جهاز المناعة لمدة 12 ساعة هو دون مستواه الفعلي. نعم، السكر الابيض ملعقة واحدة، ملعقة كوب 12 ساعة، نصف اليوم الجهاز المناعي دون المستوى. حتى إذا ويا شاي ويا ما أعرف ماكو مجال أبداً أبداً. هو أغلبه ويا الشاي أو القهوة والزنون زين، أو الآيس كريم أو هذه، يعني معناها لازم منعك. فلذلك أطفالنا تشوفهم دائماً معلعلين، يعني أي واحد مباشرة يعديهم، لأنه الكانديز والجلاتين وهذا الشيبس يعني كل التقارير الأمريكية تقول الفرايز الفينجر شيبس هو أخطر من السجائر، يعني متعارف عليه أخطر من السجائر، فهي لازم يبتعدون عنها شبابنا. خلي يأكل أنا من سويت بروتين دايت شنو، والله العظيم أتعشى بالليل مرات 3/4 الدجاجة المشوية، مرات أوصل أتجاوز نصها وشبعان ومرتاح ووضعي هذه، وأنزل بدون خبز بدون رز. فيعني لأنه اختلفت الحياة، صارت كلها كل اهتماماته هو التليفون مالته، حتى التلفزيون صار ثانوي يعني في البيوت، يعني مجرد أني خلي الشاشة بيتي 80 إنج
بس هيك يعني ابدا منظر والله العظيم يعني هذه هم مشكله هاي مشكله كبيره يعني صح. قبل كنا نخلي بحديقه بيتنا شو يسموها هاي الشبكه مال كره الطائره من هنا لهنا ونلعب طائره نلعب كره قدم يوميه كاسرين ضوء من اضويه الجيران بشوته واروح بعدين اجيب لهم طخم فكنا نلعب هسه انتهى هذا فرجاني يعني ينتبهون على وقودهم وقودهم هو غذائهم يعني مو شرط ايضا تكون هذه الحركه بالالعاب يعني يمكن الناس شويه تقول الدنيا حاره وكذا الرياضه ايضا لا ننساها نعم. ولا ننسى يعني صراحه ضروره وجودها والحمد لله اليوم شويه نسبه الوعي صارت نوعا ما مقبوله وجيده نعم. عند الشباب تحديدا ايه. بس هذه الرياضه اللي تصير بالصالات وكمال الاجسام والبودي بيلدينج وغيرها نعم. هي ايضا تندرج يعني ممكن تحت مسمى الرياضه الصحيه اللي ممكن تدعم الجسم اكيد 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 يعني يعني السباحة وهذا الـ يعني بس رجاء أنا دا أشوف شغلات كثيرة ومن ضمنها واحد من أصدقائي هاي الحقن اللي بالعضلة زين سوت عنده مشكلة بالكبد ويعني الله نجاه منها فلا يروحون يتعمقون بهاي الأمور لأن هسه صارت التجارة خليها صحية كروس صحية بالضبط بالفعل يعني وإنما هي مو إنه كل ما أكبر العضلة كل ما أحلى ولا هي الكبر بالهاي هاي خطرة قاتلة يعني والبنات يحبون السكس باج إيه ما يخالف حبيبي أنت إيه سعدنا إحنا بصراحة عندنا أحمد هادي من خطب إيه يعني رأسا كمال أجسام سكس باج وتفاصيل بس إيش قد يقدر يحافظ عليها ما يخالف 10 سنين وبعدين يعني يعني على مود يعني بس أنا قلت لها بس فترة الخطوبة ورا الزواج يرجع الموضوع كرش وهذا ترجع الأمور طبيعية جدا فعلا فعلا يعني ما يقدر يحافظ عليها طول العمر يعني مع هذه هاي أوفرلود على القلب لأنه هسه مثلا كل لاعبين كرة القدم كلهم عندهم LV هايبرتروفي اللي هو تضخم البطين الأيسر البطين الأيسر هو اللي يدفع دم إلى وين إلى الجسم كله فهم لأنه اللعبة هاي إجهاد أوفرلود 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 دا يركض هاي المسافة كلها بلا قطاع بالتركيز على هالكرة رايح جاي فيصير تضخم البطين الأيسر فنفس الحالة البادي بيلدر إذا تجاوز الحدود إذا سامعينه كثير منهم يتوفون ويصير عندهم تصلب شرايين قبل أوانهم يعني البادي بيلدر طبعا بالضبط يعني فلا يروحون كل شيء أكو إكستريميتيز كل شيء تطرف ما حلو يعني بهاي الرياضة ما حلو التطرف كل شيء خير الأمور أوسطها بالدينيا التطرف ما حلو بكل شيء يعني دكتور قبل ما نختم حديثنا وياك نحتاج مجمل نصائح تكون للأشخاص اللي هم أكثر عرضة أو أن هم مصابين صراحة بالأمراض اللي تخص القلب والشرايين بما أنه إحنا محور حديثنا كان عن صحة الفم وتأثيرها على صحة القلب مضبوط مثل ما حكينا هسه رجاء شباب أخواننا نظافة الفم قبل النوم أساسية جدا لا تتعازون من أنه والله أكو أغلب الناس مو أنا بس أتفرج تطير النعسة تطير النومة إي أكو هيك ناس رجاء يفرج قبل النوم وما يأكل أي شيء بعد الفرشاية عدا الماء يعني مو يفرشي والله هذا بيبسي أو عصير برتقال يلا هو أخو الماي لا هذا سكريات هذا وقود للبكتيريا تتكاثر لحظة النوم بالنوم شوفوا احنا أثناء اليقظة هسه من دا أحكي وياكم اللعاب يسيل هذا خسل الأسنان الهواء هسه دا يدخل ويخرج من فمي هذا اضطراب بالضغط بالنسبة للبكتيريا ما تقدر تشتغل بقوتها إضافة إلى أنه احنا لما صاحين ممكن الفواكه هاي كلها ألياف تغسل الأسنان لما نايمين للعاب يسيل ولا حنشرب ماء حتى تنخسل أسناننا ولا حناكل ألياف تنخسل أسناننا ولا حيختلف الضغط حيصير الضغط مستقر البكتيريا حتشتغل بكامل قواها العضلية والعقلية كل الأجواء كلها مهيئة الأجواء مهيئة فإذا احنا خلينا السكريات بالفم قبل النوم حتلقى الوقود مالتها حتتكاثر حيكون انتشارها بالجسم أسهل فدائما احنا رقم واحد فرشاية الليل أساسية ضرورية ونوع الوقود يعني يا أخواننا اللي هو الغذاء مالتكم خلوه الغذاء اللي هو الطازج وأنواع المرق هاي كلها
أكل مسلوق ما فاقد الفائدة مالته، يعني لو كان يبتعد عن المقليات ويبتعد عن السكريات بالأساس، خصوصا يبتعد عن الأكل بعد زين المشاكل القلبية. زين هاي الفواكه مثلا أنا الصبح يعني الموز الكيوي التفاح هذه هذا فطوري المعتاد، جيت هنا أنا خربتوني شوية صراحة يعني. أكيد ما راح تقدر تلتزم. أعترف اليوم كاهي وجيمر قلت له هاي رجعنا. يعني صراحة هي المغريات هواية، مغريات هواية نعم بالفعل، يعني حتى واحد شوية يكون صريح بالفعل. إذا الأصحاء وإذا حتى الناس يمكن يعني نعم. صراحة أنا أقول خطية لهواية ناس هي تعاني من أشياء أمام هذه المغريات وما يقدرون يكملون. نعم. فأكيد الصحة هي صراحة ضرورية من الأطباء أن نأخذها إحنا، وهواية ناس تستمد معلوماتها من عندكم. شكرا دكتور، أهلا وسهلا، سعيدين بوجودك اليوم ويانا، يحفظكم. شكرا جزيلا، نتمنى لك سفرة سعيدة قادمة، يحفظكم. أي والله شكرا دكتور، بعد بكرة يحفظك. نعم. حبيبي. إذن مشاهدينا إحنا بعد هذا الحوار المهم والمعلومات المهمة ننتقل وياكم. أحيانا يعطي الجسم المؤشرات على وجود خلل أو مرض، فالانتباه واجب حتى لا تتضاعف المخاطر. فاصل قصير ونرجع وياكم بباقي فقرات. مشاهدين أهلا بكم من جديد. بانتشار الانترنت اللي صار زيادة عن حده وأكيد صار وياه تطور علمي وتكنولوجي، هذه التطورات غيرت من معالم الحياة وحتى ملامحها كثيرا عن السابق، تحديدا على الأطفال اللي صاروا مدمنين على أجهزة الهواتف والألعاب، وفقدت الطفولة تفاصيل كثيرة منها الاستماع إلى القصص مثلا قبل النوم كما في الأجيال السابقة. حنين شابة من مدينة الموصل حبت أن تعيد جزء بسيط من تفاصيل حياة الأجيال القديمة، واختارت شخصية القصخون اللي يروي القصص على الناس، حيث تسعى لجذب الأطفال لها من خلال الروايات الخيالية. نتعرف أكثر على حنين في تقرير محمد سالم. أنا كلش محبة للقصص، من أنا وصغيري تربيت على القصص اللي تقرأ بالكتاب أو القصص اللي تحكي لنا هي جدتنا، قصص أهل الموصل القديمي الخيالي، فانغرست بداخلي محبة كلش كبيرة بها لهاي القصص. فتدريجيا قمت مثلا لحد الآن استمتع من أقرأ قصص أطفال أو أنا ألفها، أو ممكن أنه أتذكر القصص اللي كانت تحكيها جدتي وأحكيها للناس، إمام عليها وتركيز راح يصير كلش إقبال، وممكن من خلاله أنه شوية بعد ونقلل حلقة الإدمان على السوشيال ميديا وعلى الموبايلات سواء من الأطفال أو الكبار. من نكثر هاي الجلسات نعمل إقبال واهتمام من الأهل عليها لأولادهم، يعني أكيد راح يصير اهتمام أكثر وتأثير بها على الأطفال. مشاهدينا يعني بالحديث عن القصص أكيد نشكر محمد سالم راسلنا على هذا التقرير. من القصص اللي تكون بالماضي والتراث التاريخي نروح إلى شارع المتنبي اللي يضم هذا الشارع الثقافي أهم وأبرز المكتبات القديمة، ومنها مكتبة حسين الفلفلي التي تقع في سوق السراي. من هناك راح تكون ويانا مباشرة زميلتنا شكران الفاضل، أهلا وسهلا بيك شكران، والله يساعدك على الحر، وصراحة صار لك أنت دقائق تنتظرين الانضمام ويانا، أهلا بيك. وبالحديث عن المكتبات الممتعة والحلوة بسوق السراي أكيد هي كثيرة، لكن اليوم نتحدث على مكتبة حسين الفلفلي، احكينا شنو عندك تفاصيل وشنو عندك معلومات عن هذه المكتبة. صباح الخير يا آية، طبعا صباح الخير يا بلال، صباح الخير على كل مشاهدي شاشة قناة وتيفي الفضائية. طبعا آية أني يعني من بهرة، يعني أني صراحة جيت تقريبا قبل نص ساعة من بهرة بجمال تراثنا، من بهرة بالكتب القديمة، من بهرة بالصور اللي كلها تكون إرشيف عن العراق. طبعا احنا مثل ما تعرفون موجودين بشارع المتنبي، وأجواء الحلوة والباعة المتجولين
الفلسطينيين، صوت أم كلثوم من مقهى الشابندر، صوت عبد الحليم من مقهى الزهاوي، طبعا وطقوس الشاي. طبعا العراقيين يعني بهذا الجو الحار لازم شاي. أجواء الحرارة صراحة أنه كلش عالية. أنا تحديدا بسوق السراي، هذا السوق اللي يمتد من العصور العباسية المتأخرة، كان يسمى بسوق الوراقين، تحديدا بوسطه من جهة اليسار أمام مكتبة حسين الفلفلي اللي تعتبر من أقدم المكاتب بسوق السراي. مكتبة حسين الفلفلي يعني تم إنشاءها عام 1930. إذا أقول لكم كل القامات الفنية مرت مننا، كل الأدباء، كل الفنانين، كل المؤرخين، كل الرياضيين مروا مننا. ميزة مكتبة حسين الفلفلي أنه تضم مخطوطات نادرة، تضم كتب نادرة ما موجودة بس بمكتبة حسين الفلفلي. الحلو بالموضوع يمكن أنتم ما تعرفون هاي التفصيلة، الباشا نوري سعيد كان من رواد هاي المكتبة، وأول هاتف وضع في أربعينات القرن الماضي كان في مكتبة حسين الفلفلي، طبعا بأمر من الباشا نوري سعيد آنذاك. طبعا مالك المكتبة هو أستاذ أكرم حسين الفلفلي، نجل الأستاذ حسين الفلفلي. راح يحدثنا اليوم عن الكتب النادرة، راح يحدثنا عن المخطوطات النادرة، عنده كتاب تقريبا تجاوز عمره 200 سنة، فهي كلها راح نشوفها، راح نشوف أرشيف هاي المكتبة. يعني هاي المكتبة تكون قبلة كل شخص يحب الكتب النادرة، قبلة كل شخص يحب أرشيف العراق، كل شيء عن أرشيف العراق، مو فقط سياسة. إحنا نلقى هنا اقتصاد، نلقى هنا يعني فن، يعني من كل المجالات موجودة هنا كتب نادرة وما نلقاها باقي المكتبات. مو بس هيك، أكو كتب أيضا للناس الضريرة، لغة بريل، يعني مو بس هنا الإنسان اللي يقدر يبصر يجي يقرأ الكتب النادرة، حتى الإنسان الضرير بإيده يقدر يلمس تاريخ العراق بلغة بريل. فيعني ما أعرف شنو أحكي لكم، الحديث يطول، خليني طبعا إذا تسمحون أتحدث، ويشرف اللقاء يكون ويا الأستاذ أكرم حسين الفلفلي، نشكره على هذا الوقت، راح يحدثنا أكثر عن المكتبة. كل اللي حكيته هذا مختصر جدا بسيط، يعني من 1930 إلى يومنا هذا، فهي هاي المكتبة تعتبر من المكاتب المميزة جدا، ويمكن شيء ما تعرفوا حتى الانقلابات السياسية صارت بهاي المكتبة، اللي كنا نعرفه ناس يجون سياسيين يخلون رسائل جوا طيات الكتب ويلتقون بهاي المكتبة. ليش؟ لأنه هاي المكتبة جدا معروفة بسوق السراي مثل العنوان الجال. فخليني ألتقي بالأستاذ أكرم حسين الفلفلي. صباح الخير. صباح النور. شلونك؟ إن شاء الله بخير. الحمد لله بخير. الله يسعدك على الحمد. رحم الله والديك. كونك الوريث الشرعي لهذه المكتبة، نعم، مكتبة الوالد يعني من 1930، أريدك تحكي لي عن المكتبة، يعني أنا مهما تكلمت راح يكون الشرح قليل، أريد تحكي لي عن الكتاب اللي راويتني. المكتبة تأسس سنة 1930، أسسها والدي المرحوم حسين الفلفلي، واستمرت المكتبة من ذاك التاريخ إلى حد الآن، استوردت الكتب وطبعت الكتب ونشرت الكتب لغالبية الكتاب العراقيين. كانت المكتبة عبارة عن مجلس أدبي يجتمع به الدكتور مصطفى جواد، جواد علي، علي الوردي، مهدي محبوبة وغيرهم من الأساتذة، حتى السياسيين، عزيز السيد جاسم كان من رواد المكتبة، نوري سعيد مر للمكتبة. المكتبة عبارة عن خزين من الكتب القديمة والنادرة. اليوم رأى أحكي لك على كتاب أرق أندر كتاب موجود عن تاريخ العراق وعن تاريخ بغداد. نعم، من الكتب النادرة ولا زالت تحتفظ بالنسخ الأصلية وليس النسخ اللي انطبعت حديثا. الكتاب اللي راح أحكي لك عليه هو هذا الكتاب، كتاب باللغة الإنجليزية، باللغة الإنجليزية، مطبوع ب 1857. هذا عبارة عن رحلة قام بها ضابط بريطاني اسمه فيليكس جونز. هذا فيليكس جونز ويا بعثة هندية مسحوا العراق من شماله إلى جنوبه، وكل شيء كتبوا العراق الرئيسي أو المفهوم الرئيسي والغرض الرئيسي هو
تقرير استخباراتي للقوات البريطانية اللي دخلت العراق 1917، بحيث هذا الكتاب يحوي على كل الأشياء اللي موجودة في بغداد، العقود أو ما يسمى حاليا بالدربونة، القضايا العشائر، العملات، المواد الغذائية الموجودة، الكنائس، الجوامع، المقاهي، كل الأشياء. وهذا الكتاب مسح تام عن بغداد كلها أو العراق كله من شمال إلى جنوبه، بحيث الخط اللي دخلت به القوات البريطانية هو رسم لهم إياه. وهذا الكتاب أيضا يحتوي على خرائط من 1857 لحد الآن موجودة مرفقة ويا الكتاب. الكتاب يحتوي على لوحات فنية مرسومة باليد وملونة عن مناطق بغداد. أنت ثاني راح أراويش بعض شوف، هو أعتقد قلت لي أكو لغة عربية موجودة بلغة عربية. هسه أنا إذا مصير زحمة لأن هنا هذه مثلا شوف هسه هاي المناطق، هذه المناطق هاي صورة ملونة يعني هاند كرافت باليد. وهذا هنا نحكي، هذا يحكي على مناطق بغداد. مناطق بغداد هذا هسه هنا هذه اول ما يبدي بمنطقه سوق الغزل. نعم. الدرابين اللي موجوده بها هي هذه العقود، يسموها العقد، يعني احنا نسميه حاليا دربونه او فرع. هذه محله راس القريه، هذه محله السيد سلطان علي. كل المناطق اكو بالمنطقه بسيد سلطان علي، دربونه، قهوه، حمام، مثلا هسه جامع حج نعمان، جامع سيد سلطان علي، هذني كلهم مثبته داخل الكتاب يعني بالعربي وباللغه الانجليزيه. هذه المناطق الاخرى، هذه محله السنك، هذه بنات الحسن، راس الساقي، يعني محله الشيخ بشار، هذه اللي موجوده بمنطقه الكارخ. إضافة إلى ذلك، فالشيء كلش مهم اللي هو اختص به هذا المؤلف، اللي هو هذه باعي، شوفي هذه المهن اللي كانت موجودة بتلك الفترة، إضافة إلى وجود العملات. يعني حتى مهن أنا ما سامعة بها، هسه من قرض هاي الأسماء. مهن هسه هذه هسه لو أقرأتش المهن يعني تقولين هذا شنو، هذا وين أكو مهن هسه، يعني هذه روض كنشة، روض زيت، هذه شوف هذه المواد الغذائية الموجودة، نفط أسود، نفط أبيض، شورة، جوز بوة، جوز ألق، دهن كتان، دهن زيتون، هاي المواد حتى اللي بالسوق اللي كانت هو جردها وقدمها إلى القوات البريطانية. هذا الكتاب، وحكيت لك يعني قلت لك يعتبر يعني تقرير استخباراتي كامل عن العراق، حتى يكون مهد. هذه شوف هذه آية البوابات مال بغداد، اقدر اعرف شنو هاي بوابات بغداد؟ هذه دجلة، هذا جسر، هذا جسر. نعم. اللي موجود على دجلة، زين. وهذه مثلا راوج صورة على المراقد الدينية، مرقد الإمامين العسكريين ومراقد الأخرى اللي موجودة في بغداد. الكتاب جدا مهم وجدا هذا وطبع من قبل جامعة كامبريدج، طبعة يعني استنسخه وعادة وطبعة وترجمة شخص عراقي، بس الترجمة كانت الكتاب بس يمك. أنا عندي النسخة الأصلية، أنا والمتحف العراقي فقط، المتحف العراقي عنده النسخة الأصلية وأنا عندي النسخة الأصلية. هذه شوف هذه هنا في آخر الكتاب يحكي على الكنائس اللي موجودة والأدرة اللي موجودة في بغداد، زين. قد يتراوح سعر هذا الكتاب النادر؟ هذا ما ألقي يعني ما يقيم، لأن يعتبر من التحف الموجودة في بغداد أو في مكتبتنا. الكتاب الثاني اللي هو هذا يحكي عن تاريخ حضارة بابل وآشور، هذا صار لأكثر من 100 سنة، مزود بصور ومطبوع بال 1915، هذا التاريخ مالته 1915، مجموعة مؤلفي. اقرأ هذا الكتاب، هذا الكوبي رايت مالته، هذا 1915. هذا الكتاب يحتوي على صور نادرة جدا عن الآثار العراقية، التراث القديم والمناطق البغدادية الأثرية في العراق في شماله وفي جنوبه. يعني يجمع كل تراث العراق في هذا الكتاب. حل الحضارة هو اسمه The Civilization of Babylon and Assyria، يعني هذا يحكي عن تاريخ حضارة بابل وآشور. إضافة إلى ذلك المكتبة تحتوي على
فد أرشيف جدا راقي من الصور القديمة اللي هي عن بغداد. مثلا العراوي هسه صورة وإحنا هسه حاليا في شهر محرم الحرام، هذه الصورة تعود إلى 1960، هذا موكب الأكراد الفيليين في كربلاء. هذه المشاية اللي كانوا يمشون 1916، هذا موكب منطقة الفضل شارع الكفاح 1950، وهذا هم ماتين موكب الأكراد الفيليين في شارع الكفاح في 1971. هاي صور كلش نادرة، إضافة إلى ذلك أكو صور رعراويتش إياها وهاي ما مطروقة إطلاقا. الصور هاي الصور بال 1965 اجى وفد فني الى بغداد، عبد الحليم، هذا عبد الحليم، هذا حافظ دول الاعلاميين، هذا مذيع قاسم نعمان السعدي، وهذا حافظ القباني، وهذا عبد الحليم حافظ وياهم. اضافه الى ذلك هذا هذه شريفه فاضل، هذه فايده كامل، وهذا عبد الحليم في اذاعه بغداد دي يقدمون انشوده بغداد. هذه مائدة نزلت وعفي في اسكندر، هذا عبد الكريم قاسم يقابل وديع الصافي. وديع الصافي، هاي اكو صورة جدا نادرة، هذه هنا باعي، هذا يوسف عمر، وهذا الوفد المصري اللي اجى زار العراق. اضافة الى ذلك هاي طروب، وهذا ياس خضر، وهذا المغني المصري نسيت اسمه والله ماتين. هاي صورة جدا نادرة، نجاة الصغيرة اجت لبغداد ويا الوفد هذه، وهذا الرئيس عبد السلام محمد عارف اللي كان هو بوقتها رئيس جمهورية وزاره، هي هاي الصور ارشيف نادر جدا عن الفن في العراق، والعراق كان يعني بلد الحضارات، بلد الفن، بلد الادب، بلد يعني تصوري انت بال 1924 طاغور الشاعر الهندي زار العراق والتقى بالملك فيصل، أم كلثوم زارت العراق مرتين بال 32 أقامت حفلة في ملهى الهلال في منطقة الميدان، وفي ال 46 أيضا جت للعراق وسوت حفلة في مبوه الأمان اللي هو موجود في الكرادة. هذا العراق، العراق كان ترى بلد الحضارات، هسه الدول ما تجي إلى عشر ما كان العراق يقدمه والناس اللي تجي وتحتضنه. هو مهد الحضارات بعد أول حرف يعني كان بالعراق، يعني حضارتنا مهما نتكلم عنها مهما نقول عنها انظار على العراق ويظل انظار على العراق. العفو، شكرا. يا ريت تسالي الاستاذ عن زياره الوزراء المحاليين اللي موجودين من وزراء الثقافه، كم وزير ثقافه وصل وزاره وتكلم وياه وشاف شنو الثقافه الحاليين؟ هل يعني دا يجون يزورون المكتبه من 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 الاحتلال لحد الان؟ فقط شفت مره واحده وزير الثقافه الاسبق، وكان الوكيل ماله يمكن كان كردي، كان يجي كل جمعه. اي وزير، اي مدير، اي من وزراء الثقافه ما شايفهم. انا بالنسبه لي لا زايرين المكتبه مالتي ولا جايين لنا، يجوز يجون بعد الدوام بالليل، انا ما اعرف، بس انا ما شايفهم، ما ملتقي بيهم اصلا. زين، اريد اعرف اقبال الشباب على الكتب النادره، هاي كلها تاريخ للعراق. الإقبال الشباب على كتب تافهة، يعني كتب عناوين، يعني أكو شاعر يقول أسماء ليس لنا سوى ألفاظها أما معانيها فليست تعرف، أسماء الحب الضايع، الفستق، نظرية الفستق، نظرية الموطة، هاي عناوين الشباب دي يقروها، بس هو من تجي إلى راحت كتب الدواوين، راحت كتب المنفلوطي، راحت كتب نجيب محفوظ، إحسان عبد القدوس، نجيب الربيعي، كلهن هذني راحن. زين، يعني ما يعني ما حد ما يدورهن أصلاً من الشباب. بس الشيء صحيح اللي هسه انتبهوا إلى الشباب إنه يدورون تاريخ العراق الصوري، يعني يشوفون آبائهم وأجدادهم شلون عاشوا. يصير اقبال على الصور اكثر من الكتب. الكتب انتهت بالنسبه للشباب، بس الباقيين اصحاب الدراسات والباحثين واللي يختصون بالعشائر وبالتراث العراقي هم اللي يدورون هاي الكتب.
يعني كلش أشكرك أستاذ حسين يعني والعفو أستاذ أكرم حسين الفلفلي، ومهما الواحد يشوف هذا جمال تراث العراق، جمال الكتب القديمة يعني ما يمل، يعني هسه أنا ما أريد أطلع من يم المكتبة، فأني كلش أشكرك ويا ربي ينطيك الصحة والعافية وتظل منور سوق السراي. نعم زملائي بالاستوديو، طبعا هاي دعوة مني لكل شاب عراقي اطلع على ثقافة العراق، بلدنا مليان ثقافة، بلدنا مليان ارشيف، يعني اطلع اكثر، امري جوفك بالثقافة، يعني ماكو احلى من تاريخ العراق. شكرا جزيلا لك. واني لفت نظري صراحه الصور اللي يمك اللي موجوده او المطبوعات اللي يمك لها المظفر النواب والست ام كلثوم، اطالبك بوحده او اثنين ارجوك، واكيد كل الشكر للسيد اكرم على كل هذه المعلومات الحلوه اللي هو سردها لنا، وايضا على الارشيف الحلو اللي متع بصرنا وسمعنا به. شكرا جزيلا لك. شكرا. إذن مشاهدينا، إحنا صراحة هذه المكتبة هي وحدة من مجموعة مكتبات، وهذا الرجل من مجموعة ناس مهمين عندهم إرث مهم، والمفروض كان أنا سألت الضيف أنه هل وزير الثقافة إجاك سأل عليك، دز إذا ما عنده مجال يدز عليك للوزارة مثلا لما تحتوي مكتبتك من أشياء مهمة تخص وزارة الثقافة. للأسف إحنا اليوم نفتقر للمسؤولين اللي يبحثون عن هؤلاء الناس المهمين ورفدهم، وأيضا على الأقل يعني اليوم يحتاجون سند هؤلاء الناس. ليش؟ لأن بالنتيجة صح هو عنده مكتبة ثمينة، لكن هذا المفروض يصير عنده مردود مادي. المردود المادي هو اللي يخليه يستمر ويخلي أجيال تستمر، أبنائه يستمرون. أنا متأكد يجوز أبنائه ما راح يقدرون يستمرون، لأن يشوفون ما موجود أي مردود مادي من هذا كله، وحفاظ على هذا الكتب على هذه النسخ. هذه النسخة لو عند غير شخص كان باعها بسعر يستفيد من عنده ماديا. لذلك إحنا نهتم بهذه المواضيع ونتمنى الاهتمام من الجهات المسؤولية بشكل حقيقي لما يحتوي من أهمية. إذن احنا ويا نعم بلال، اكيد من بعد هذا الحديث عندنا الكثير من التفاصيل اللي تخص صباحكم، كانت دقائق ممتعه مع زميله شكرا وضيفها، وفعلا هذا اللي نتمناه، الاهتمام الحقيقي بالارث الثقافي. عندنا كثير من التفاصيل، لكن راح نروح الى تواصل ونشوف شنو عندنا من الاخبار اللي تصدرت مواقع التواصل، لكن كل هذا بعد الفاصل. ابقوا يعني أهلا بكم مشاهدينا، وصلنا وياكم إلى تواصل مع آخر وأهم الأخبار اللي تصدرت مواقع التواصل الاجتماعي. بالوقت اللي تعاني منه أغلب الدول من ارتفاع الشديد بدرجات الحرارة وهبوب الرياح الساخنة نتيجة لأزمة تغيير المناخ العالمية، لكن أكو قرية زراعية في سلطنة عمان نصيب مختلف تماماً من حالة الطقس. نعم، حيث تفاجأ سكان القرية بهطول أمطار قوية مع عاصفة رعدية قلعت الأعمدة الكهربائية وأحدثت ضرراً بالمركبات، ووصف رواد مواقع التواصل الحالة بأنها مرعبة ومخيفة، فيما وصفها آخرون بأنها أهون من حر الصيف. نتابع الفيديو. حصد مقطع فيديو لعامل نظافة بالبرازيل خلال يوم واحد كثير من التفاعل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك لأنه يعرض مهاراته العالية في كرة القدم.
وظهر في الفيديو عامل النظافة الذي يدعى أدريانو، وهو يلاعب الكرة بين قدميه ويرفعها في الهواء، وانبهر البعض بمهارات أدريانو التي تفوق الكثير من لاعبي كرة القدم. نتابع. تداولت مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو أثار الجدل يظهر تقارب طائرتين مدنيتين سعوديتين بشكل يحبس الأنفاس فوق منطقة جبلية في الرياض. وأوضح الحساب الرسمي للطيران السعودي أن الارتفاع بين الطائرتين كان سنتيمتراً واحد فقط، وإنها كانت ستين متراً فقط، وأنها كانت مناورة تأتي ضمن العروض الجوية لليوم الوطني 92. وقال أحد النشطاء أن مسافة 60 متراً فقط تبدو مخاطرة كبيرة لأن الطائرة تولد تيارات قد تعصف بالأخرى، فيما قال آخر بأنه منظر خيالي ورائع. متابع. بمقطع فيديو لطيف يظهر به كلب أليف وهو يحاول أن يخيف غزالة وقفت أمام المنزل لمعها من الاقتراب، إلا أن حجمه الصغير يجعله لا تهتم له إطلاقا وظلت واقفة تنتظر أو تنظر إليه باستغراب. نعم، وبسبب غريزة الكلاب المدللة من قبل أصحابها فهي تنزعج من أي حيوان آخر وتعتبره غريبا فتحاول السيطرة على المكان. نتابع الفيديو. إلى التكنولوجيا، طبعا جماعة تويتر شوية بين مؤيد وبين مزعوج من تغيير اللوجو لتويتر اللي رافق سنين هذا الشعار اللي هو عبارة عن طائر أو عصفور أبيض والخلفية الزرقاء عن الحساب اللي تابع أكثر من 65 مليون مستخدم حول العالم. أصبحت صورة الحساب على المنصة نفسها عبارة عن الحرف X المكتوب باللون الأبيض وبخلفية بيضاء، كما تغير اسم الحساب أيضا إلى الحرف X. وكان ماسك قد قال في وقت سابق أنه يتطلع إلى تغيير شعار منصة تويتر، إذ كتب على حسابه الرسمي جملة: سنودع قريبا العلامة التجارية لتويتر وتدريجيا كل الطيور. وكان الملياردير المثير للجدل قد أعلن في أبريل الماضي عن تغيير شعار تويتر إلى رمز عملة دوج كوين المشفرة قبل أن يتراجع عن قراره بعد بضعة أيام ويعيد للمنصة رمز الطائر الأزرق الذي طالما اشتهر به. هذه الأخبار كانت
آخر فقرة في حلقتنا لهذا اليوم. إذن مشاهدينا أتمنى لكم وقت سعيد مع بقية برامج يو تي في، نقول لكم مع السلامة، في أمان الله مشاهدينا.